مشاهدينا، نشطاء ذكروا أن العشيرتين المتنازعتين استخدمتا القذائف الصاروخية المحمولة على الكتف في الهجمات التي دارت ما بينهم والنزاع. ولكن على ما يبدو أن المواطن هو الضحية لتسقط هذه القذائف الموجهة على الأبرياء. نتابع وإياكم الآن هذه اللقطات التي وثقها أحد المتضررين لما حصل لمنزله بسبب سقوط قذيفة عليه. نتابع. ما شفت شيء تتعطل؟ شلون طقعد الجيران؟ لا الشظيه رايح شظيه. هاي الشظيه داخل البيت داخل بغرفه مالت الجهال؟ احنا شنو هي؟ ارفع اليد. ورا حسين مو زين. ورا شنو هاي؟ هذه جار قطعه وحده يمكن. اوفا اوفا ما قاضى يلا مين اوفا اليد. كنت واكين يوم قيل ولا هاي غادي شل الشربايه مال اليكب؟ اي والله هاي شظيه ما عندها طافره.